مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول المتوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم يونت 3 لسن 1 اليونت الثالث الدرس الأول. شي يقول لي عنوانه؟ I finished my work. لقد أنهيت عملي. بالبداية مطيني فقرة يقول لي sing a song. غني هذه الأغنية. يعني مطيني قصيدة غنائية أو أغنية يعلقها الأستاذ داخل الصف. ويطلب من الطلاب أن يحاولون يباعون على الكلمات مع الأغنية ويغنون ويا هذه الأغنية. إذن هذه كبداية كنشاط صفي، نشاط سماعي غير مهم بالامتحان التحريري، لكن بها بعض الملاحظات المهمة، بعض التمهيد لموضوع قواعد اللي هو موضوع الـ Present Perfect Simple المضارع التام الوسيط. راح نستخرج الملاحظات، نهيئ نفسنا أو نهيئ الأفكار المتعلقة بالمضارع التام البسيط، ومن ثم نشرح موضوع المضارع التام البسيط بالتفصيل. شو يقول لي؟ يقول لي I've cleaned the windows. خلنا نوقف شوية هنا. الـ I've ما سمى بها السال. الـ I've هي مختصر مال I have. هذه يعني بعض الطلاب يعرفها. مثل ما كنت تأخذون سابقاً على سبيل المثال He is جايتني من شنو؟ من He is. أو I am جايتني من I am. وهكذا. هاي الاختصارات احنا سابقا ماخذيها، لكن عندنا اليوم اختصار جديد اللي هو شنو؟ اير. الاير مختصر مال شنو؟ مال اي هاف. لحد الان اول معلومه عرفنا ان الاير هو اختصار مال اي هاف. اذا اي هاف كليند ذا ويندوز، لقد نظفت النوافذ. طلاب ركزوا وياي، هنا دا يقول لي ترى اكو ملاحظه انه هسه مثلا هنا انا قال لي اي انه الهاف دائما ياتي بعدها فعل، شو نسمي فعل تصريف ثالث. اوقف استاذ، انا ما سامع سابقا بالتصريف الثالث، شنو يعني تصريف ثالث؟ طلاب احنا سابقا بالسادس ابتدائي اخذنا انه الفعل بمضارع وبماضي، يعني على سبيل المثال play يلعب هذا مضارع، اريد اسوي ماضي سهل استاذ، هذا اسوي له فقط اضيف له ايدي، played معناها لعب. أو wash يغسل الماضي مالتها، washed غسلت، وهكذا. cleaned ينظف الماضي مالتها، cleaned نظف. هذن نسميهن أفعال قياسية. ليش يعني نسميهن أفعال قياسية؟ لأن عند تحويلهن إلى الصيغة الماضية فقط نضيف لهن شنو؟ إيدي. سهل لحد الآن، الفعل الماضي فقط نضيف لإيدي، لكن بوقتها أخذنا بعض الأفعال الشاذة اللي ما تقبل الإيدي تتحول جذريا، مثل شنو؟ مثل الجو. شنو الماضي مال جو؟ الماضي مال جو went. بعد على سبيل المثال see معناها يرى، شنو الماضي مالتها؟ saw. وهكذا. ووضحنا لحظتها يعني بالسادس ابتدائي قلنا إنه باللغة الإنجليزية أكو مجموعة من الأفعال الشاذة اللي المفروض الطالب يعرفها. هسه احنا ايش عرفنا؟ عرفنا انه هذا مضارع وهذا ماضي، بس احنا هنا ايش نريد نعرف؟ نريد نعرف اكو شيء اسمه past participle، التصريف الثالث. شنو هذا التصريف الثالث؟ اكو شكل ثالث للفعل، عندنا فعل مضارع play فعل مضارع والماضي مالته played، اذا فعل مضارع وفعل ماضي. بعد عندي صيغه ثالثه، شنو اسمها؟ اسمها التصريف الثالث. شنو هذا التصريف الثالث؟ نفس الماضي، همنا فعل أما نضيف لإيدي، يعني مثلاً اللي clean ينظف، ماضية cleaned نظف، التصريف الثالث هم نفسي cleaned، wash يغسل، ماضية washed غسل، التصريف الثالث نفسي washed همنا غسل، فقط نضيف لإيدي. إذن لحد الآن استاذ سهل الموضوع، التصريف الثالث حال الماضي، فقط نضيف لإيدي، أما نضيف لإيدي إذا كان فعل قياسي أو يكون فعل شاذ. على سبيل المثال احنا ايش قلنا؟ قلنا الجو شنو ماضيها؟ هذا فعل مضارع، شنو ماضيه؟ went. زين التصريف الثالث مالته شنو؟ لازم تعرف ان التصريف الثالث مالته gone. وهكذا see يرى هذا مضارع، ماضيه saw. زين التصريف الثالث مالته شنو؟ seen. وهكذا. زين استاذ قد مطلوب من عندي اني احفظ الافعال من هذه الافعال الشاذة؟ احنا بالاول متوسط راح نحفظ مجموعه، بالثاني متوسط راح نحفظ مجموعه، بالثالث متوسط راح نحفظ مجموعه كبيره جدا، لحد ما نوصل للسادس اعدادي
بالسادسة دالي مطلوب من عندك كل الأفعال الشاذة حافظ الصيغة الماضية مالتهن والتصريف الثالث. طبعا أنا ما لا أقصد الأفعال القياسية أكيد يعني، لأن القياسية فقط نضيف لأيدي، أنا لا أقصد الأفعال الشاذة لأن عندنا مجموعة كبيرة من الأفعال الشاذة. هسه لحد الآن استخرجت ملاحظتين، الملاحظة الأولى تقول إن الآيف هو مختصر مع الآي هاف، وإن الهاب يأتي بعدها فعل شنو من فعل؟ تصريف ثالث. شنو هو الفعل التصريف الثالث؟ قلنا أما قياسي فقط نضيف لأيدي، أو يكون شاذ يتحول جذريا مثل ما مجموعة من الأفعال الشاذة لازم نحفظها. هسه شو تقول؟ تقول I've cleaned the windows، لقد نظفت النوافذ، and washed the floor، وغسلت، شوف غسلت الأرضية، I swept the bath، لقد كنست الحمام، and painted the door، وصبغت الباب. Is there anything else you want me to do؟ هل هنالك أي شيء آخر تريد مني فعله؟ I finished the work، شوف نفس الطريقة، I've مختصر مع I have، ورا الهاب إيش إجاني؟ فعل تصريف ثالث، I finished my work، لقد أنهيت عملي، and want something new، وأريد شيئا جديدا، I've tidied my garden، لقد رتبت الحديقة، and watered the plant، وسقيت النباتات، نفس الطريقة، شوف، tidied، water، swept، شوف هنا swept، طبعا السويبت هو التصريف الثالث مع الفعل سويب، سويب يكنس مضارع، الماضي مالته سويبت، التصريف الثالث مالته كذلك سويبت. اذا انا اذا حفظت الماضي تقريبا بعض الافعال اذا حفظت الماضي مالته راح احفظ التصريف الثالث مباشره، اذا سويب سويبت سويبت لازم احفظها، سويب يكنس سويبت الماضي والتصريف الثالث بنفس الطريقه. زين، I talked to my uncles، لقد تحدثت مع عمامي، and talked to my aunts، وتحدثت مع عماتي. Is there anything else you want me to do؟ هل هنالك أي شيء آخر تريد مني فعله؟ I finished my work، لقد أنهيت عملي، and want something new، وأريد شيئا جديدا. إذن هذه القصيدة الغنائية أو هذه الأغنية عرفنا المطلوب من عندها، أو استخرجنا بعض الملاحظات اللي راح تفيدني بموضوع آخر اللي هو موضوع الـ present perfect. طبعا present perfect simple، المضارع التام البسيط. سابقا ما اخذين المضارع البسيط، والان راح ناخذ المضارع التام البسيط. قبل ما ناخذ المضارع التام البسيط خلينا نجاوب على هاي الاسئله اللي موجوده باسفل النشاط. شو يقول لي؟ يقول لي how many different past participles، اوقف هنا شويه، تبيني past participle مختصرها PP. شنو هو past participle؟ التصريف الثالث للفعل. نحن نقول شيء كم نوع past participle، كم نوع تصريف ثالث من الأفعال can you find in the song، يمكنك إيجادها في القصيدة. شنو يقصد؟ يقول لك آن الفعل التصريف الثالث بعدة أشكال، كم شكل أنت لقيت في القصيدة الغنائية؟ إحنا نجي طلعنا كم شكل من أشكال التصريف الثالث، شكل نضيف له فقط إيدي اللي سميناه قياسي، وشكل يتحول جذريا مثل ما قانوسين سمينا شاذ. بعض الأفعال القياسية إذا أريد أحولها للتصريف الثالث فقط أضيف لها إيدي، وبعض الأفعال شاذة لازم أحفظها مثل ما هي. إذن السؤال الأول إذا سألني الأستاذ داخل الصف how many types how many different past participle can you see، كم نوع تصريف ثالث لقيت بالقصيدة الغنائية؟ أقول له نوعين، regular وغير regular، regular قياسي، irregular غير قياسي أو شاذ. What do you add to the verb to make regular past participle؟ شوف شو يقول لك، يقول لك ما الذي سوف تضيفه للفعل لكي تصنع regular past participle، لكي تصنع تصريف ثالث شنو؟ regular قياسي. يعني بين قوسين يقول لك شلون تحول الفعل القياسي إلى التصريف الثالث. لاحظنا أنه على سبيل المثال clean هذا قياسي، شلون أحوله إلى تصريف ثالث؟ فقط أضيف له إيدي. إذن يقول لي شو تضيف على متحول تصريف ثالث؟ أقول له أضيف له إيدي. زين، السؤال الثالث two past participles in the song، هنالك اثنان من أنواع التصريف الثالث في الأغنية are different، مختلفات. Did you find them؟ أكو، يقول لك أكو فعلياً تصريف ثالث نوعهن مختلف، شكلهن مختلف، اللي هن شنو؟ يقصد بهن طبعاً الأفعال الشاذة، اللي هن شنن؟ الفعل sweep أو swept، والفعل tidied. طبعاً الفعل tidied ركزوا وياي، الأصل مالته شنو؟ tidy يرتب ينظم،
لما ارجع احول تصريف ثالث اضيف له ايدي، لكن بشرط انه تتحول او تقلب الواي الى اي ونضيف ايدي. هذا يعني قياسي، لكن شنو الفكره مالته؟ الفكره مالته انه انا صحيح ضفت له ايدي، لكن ببعض الملاحظات اللي راح ناخذها ان شاء الله بالدقائق القادمه مع موضوع تحويل الفعل الى تصريف ثالث. إذن هذا ما يخص النشاط الأول. لاحظنا أن الأستاذ راح يسألنا فقط ثلاث أسئلة شفوية بداخل الصف، وعبارة عن أغنية، ومن هذه الأغنية طلعنا عدة ملاحظات. من ضمن هذه الملاحظات أن الآي هاب هي مختصر الآيب مختصر مع الآي هاب، وأن الهاب يأتي بعدها فعل تصريف ثالث، وعرفنا شنو الفعل التصريف الثالث. أما قياسي نضيف ليلي أو شاد يتحول جذريا. الآن ننتقل لموضوع أو لشرح موضوع المضارع التام البصير اللي شو نسميه؟ نسميه present perfect simple، المضارع التام البصير. بالبداية خلي نرجعكم شوية سابقا للمراحل السابقة. المضارع البسيط أخذناه سابقا، شي يقول؟ يقول هو زمن يستخدم للتعبير عن أحداث روتينية ومتكررة. يعني على سبيل المثال أقول I go to school every day، أنا أذهب إلى المدرسة كل يوم، هذا حدث روتيني، فبالتالي استخدمت المضارع البسيط بالتعبير عنه. لكن الماضي البسيط على سبيل المثال هو حدث وقع وانتهى في الماضي. على سبيل المثال أقول yesterday I watched the movie، البارحة شاهدت التلفاز، حدث وقع وانتهى في الماضي. زين المضارع التام البسيط يستخدم لمن؟ المضارع التام البسيط يستخدم، بالك وياي واحفظ وحاول اسجل هذه الملاحظات، يستخدم للتعبير عن أحداث حصلت في الماضي، حصلت في الماضي القريب، الماضي القريب كان يكون قبل ساعة، قبل دقيقة، قبل عشر دقائق، ولا زالت آثارها، آثار هذه الفعل موجودة حتى الآن. احفظوا وياي ما افتهمت شنو يعني أستاذ حدث وقع في الماضي القريب ولا زال آثاره موجودة حتى الآن. على سبيل المثال أقول I have just finished my homework، لقد أنهيت عملي للتو، استوني ها كملت شغلي. شوف هنا ننتبه، أو الواجب البيتي، شوف هنا ننتبه، لقد أنهيت عملي للتو، أنهيت بالماضي، بس الماضي القريب شلون عرفت ماضي قريب؟ استخدم أو لقيت عبارة just للتو، استوني ها خلصت عملي، هو حدث وقع في الماضي القريب ولا زالت آثاره موجودة حتى الآن. شنو دليلك أنه أنت أنهيت عملك؟ هاي الأوراق قدامي، تشوفها قدامي، I've just finished my homework، لقد أنهيت واجب البيت للتو، وهذه الأوراق اللي أنهيت بها واجب البيت. إذن حدث حصل في الماضي ولا زالت آثاره موجودة حتى الآن، أو ركزوا وياي إلى استخدام آخر، أو حدث وقع في الماضي ولا نعلم وقت حدوثه، ولا نعلم وقت حدوثه بالضبط. شلون يعني أستاذ ما أفهمك؟ يعني مثلا سابقا انت مسافر لفرنسا، فتريد تعبر عن هذا الحدث بدون ما تذكر التاريخ اللي انت سافرت فيه لفرنسا، فش اقول؟ اقول I او I have been to France، لقد ذهبت الى فرنسا على سبيل المثال twice، مرتين. شوف هنا أنا حدث وقع في الماضي، لقد ذهبت الى فرنسا، بس قلت لك شو وقت رحت؟ العام الماضي، قبل شهر، قبل سنة، لا ما ذكرت. إذا حدث وقع في الماضي دون ذكر وقت حدوثه. طلاب ركزوا وياي، وهي هذا الشغلة الوحيدة اللي فرق بين الماضي البسيط والمضارع التام البسيط. شنو الفرق؟ الماضي البسيط على سبيل المثال هنا راح نجي ناخذ جملة ماضي بسيط، شو أقول؟ أقول I went to France last year، لقد ذهبت إلى فرنسا السنة الماضية. هنا ليش استخدمت الماضي البسيط؟ لأن ذكرت وقت حدوث الفعل اللي هو شنو؟ last year، السنة الماضية. أما هنا ليش استخدمت المضارع التام البسيط؟ هم أنا حدث وقع في الماضي، لكن شنو الفرق؟
الفرق اللي ما ذكرت وقت حدوثه. لذلك إذا ذكرت وقت حدوث الفعل بالماضي لازم تعبر عنه باستخدام الماضي البسيط، وإذا ما ذكرت وقت حدوثه لازم تعبر عنه باستخدام المضارع التام البسيط. إذن عرفنا الفرق بين المضارع التام البسيط والماضي البسيط. الآن نجي شنو قاعدة المضارع التام البسيط؟ سهلة جدا، حاول تحفظ وياي القاعدة. احنا نعرف سابقا انه كل زمن فيه ثلاث قواعد: مثبت ونفي واستفهام. نجي على قاعدة المثبت. شو تقول قاعدة المثبت؟ فاعل زائد اوقف الساعة. شنو فاعل؟ نعرف شنو فاعل. اما هي شي ات ذي وي يو اي، هذا سبع ضمائر ضمائر فاعل، او قد يكون اسم علم: احمد، منى، سهى، الى اخره. زائدا اما هاز او هاب. اوقف استاذ، ايش وقت استخدم الهاز وايش وقت استخدم الهاب؟ نجي نستخرج ملاحظه. شو تقول الملاحظه؟ تقول نستخدم الهاز اذا كان الفاعل مالتي اما هي او شي او ات او اي اسم اسم مفرد. يعني سهى هاز، منى هاز، علي هاز، هي هاز، شي هاز، ات هاز. هذن الضمائر المفردة اللي تعبر لي عن المفرد نستخدم وياها الضمير هاز. لحد الآن عرفنا شو وقت نستخدم هاز. زين استاذ شو وقت نستخدم الهاب؟ الهاب تستخدم إذا كان الفاعل مالتي they أو we أو you أو I أو أي اسم جمع. أسب الله الدي والوي واليو والآي حافظناني، بس شنو يعني اسم جمع؟ مثلا منى أن سهى. منى أن سهى إيش قد صاروا اثنين يعني جمع. فمنى أن سهى أستخدم وياها من الضمير أو الفعل المساعد هاد. إذن الهاز زائد ها فاعل زائد هاز أو ها زائد تصريف ثالث للفعل، انتبه لي، زائد التكملة. شنو تصريف ثالث؟ قبل دقائق وضحنا أن التصريف الثالث إما، ركز وياي خلي نراجع الملاحظة، إما يكون قياسي نضيف لإيدي فعل أو يكون شاذ لازم أنا حافظه. إذن عرفنا القاعدة المثبتة. خلينا نجي ناخذ مثال. على سبيل المثال أقول I have painted the door. هذا المثال معطيني إياه بالأغنية. لقد صبغت الباب. شوف الفاعل شنو؟ الفاعل هو الآي. بما أنه آي، بما أن الفاعل آي، إذا كان الفاعل آي فلازم مش أخلي الفعل المساعد هاب، ما يصير أقول آي هاز. آي هاب زائدا تصريف ثالث للفعل. شنو هو التصريف الثالث؟ بإيدي قياسي آي هاب painted the door. لقد صدقت الباب، لأن فعل حدث في الماضي القريب ولا زالت آثاره موجودة حتى الآن. أو نأخذ مثال آخر. على سبيل المثال أقول سهى has finished. سهى أنهت the homework. سهى أنهت الواجب البيتي. شوف هنا أنا الفاعل شنو؟ الفاعل سهى. بما أنه سهى مفرد، إذا كان الاسم مفرد لازم إيش أخلي الفعل المساعد هاز زائد تصريف ثالث للفعل زائد للتكملة. لقد أنهت عملها. هذه القاعدة بحالة المثبت. أحفظ وياي القاعدة المثبتة. القاعدة المنفية، احنا نعرف ان لكل زمن مثبت ونفي واستفهام. شنو القاعده المنفيه؟ جدا بسيطه. شو تقول؟ تقول فاعل بالنفي فقط نضيف نوت هذا الهاز او الهاب مش اخليهم، اخليهم نوت. يعني اما هاز نوت او هاب نوت. استاذ اقدر اختصرهن؟ نعم تقدر تختصرهن. الهاز زائد نوت اقدر اختصرها شو اسويها؟ هازنت. والهاب زائدا not اقدر اختصرها شو تصير؟ تصير haven't. وهكذا تريد تختصرها وتريد تنزلها كما هي has not او have not زائد نفس الطريقه تصريف ثالث للفعل وتكمله. زين استاذ ايش وقت اطبق القاعده المنفيه؟ احنا نعرف ان المنفيه شو نسميها؟ نسميها نيجاتيف. شنو يعني نيجاتيف؟ يعني نفي. يعني على سبيل المثال جاب لي هاي الجمله وقال لي بين قوسين نيجاتيف. شنو يعني نيجاتيف؟ نفي. أجي أنفيها، شو تقول بالنفي؟ أضيف نوت على الفعل المساعد هاب. فش راح تصير الجملة؟ راح تصير كالآتي: I have not، أو تقدرون تختصروها I haven't
painted the door. أصبحت الجملة منفية. أتأكد من حلي. الآي فاعل. هاب أخذت هاب لأن الفاعل آي يأخذ هاب. زائد نوت زائد تصريف ثالث للفعل زائد للتكملة. نوت وتصريف ثالث للفعل وتكملة. إذا مثل ما طلب من عندي. زين مثلاً لنفترض جاب لي هاي بالامتحان وهم أنا قال لي بين قوسين نيجاتيف. تقدر تنفي لي أنا؟ حاول توقف الفيديو وتختبر نفسك. تقدر تنفي الجملة؟ فأقول سوها زائد من هاز. الهاز إيش أخلي لها؟ نوت. انتهت صارت جملة منفية. زائد تصريف ثالث للفعل هو أصلاً من طنيا تصريف ثالث للفعل. finished the homework. لقد أنهيت واجب البيت. إذا تعرفنا على القاعدة المثبتة والمنفية مع المضارع التام البسيط. الآن نتعرف على القاعدة الاستفهامية. شو تقول القاعدة الاستفهامية؟ سهلة جدا. احنا دائما بالاستفهام شو نسوي؟ نشيل الفعل المساعد اللي هو الهاز والهاب نخليه بداية الجملة او قبل الفاعل. فاقول اما هاز او هاب زائدا فاعل زائدا تصريف ثالث للفعل زائدا تكملة ولا تنسون علامة السؤال. زين استاذ شلون اعرف اني يطلب من عندي انه اسويها استفهامية؟ إذا قال لي بين قوسين question. شنو يعني question؟ يعني سؤال. فعلى سبيل المثال جاب لي الجملة الثانية وقال لي بين قوسين question. شنو question؟ يعني سؤال. أريدك تحول لي هاي الجملة إلى جملة استفهامية. سوها has finished the homework. سوها أنهت الواجب البيتي. شلون تحولها إلى سؤال؟ فقط هذا الهاز أشيله خلي بالبداية. فش راح أصير؟ راح أصير has سوها زائد تصريف ثالث للفعل اللي هو finished has سوها finished the homework بالتكملة والأخيرة خلي علامة السؤال. زين أستاذ الجملة الأولى أقدر أسويها جملة استفهامية؟ طبعا هنا بيها قاعدة خاصة أنه إذا كان الفاعل I لازم ورد تحولها إلى جملة سؤال راح تحول الآي إلى يو وبالتالي تقدم الفعل المساعد على الفاعل. فش راح أصير؟ أصير have you زائد التصريف ثالث للفعل اللي هو painted have you painted the door أو the house إلى آخر الجملة زائد علامة السؤال. ليش؟ إن أنا أستاذ ليش حولت الـ I إلى ضمير you؟ إن أنا ما يصير واحد يسأل نفسه أو يسأل عن نفسه هل قام بفعل هذا الشيء؟ يعني على سبيل المثال I have painted the door. أني صبغت الباب. أقدر أسأل نفسي أقول هل صبغت أنا الباب؟ ما يصير واحد يسأل أو يسأل عن نفسه لأن هو اللي قام بالفعل. فاليو الآي تتحول إلى يو راح أصير بصيغة المخاطب. فأقول لك have you painted the door؟ هل قمت بصبغ الباب؟ فتقول له I have painted the door. نعم لقد صبغت الباب. أنا صبغت الباب. فعند تحويل الجملة إلى سؤال وكان الفاعل I الآي يتحول إلى يو وتتبع نفس الخطوات. شنو هي الخطوات؟ تقدم الفعل المساعد على الفاعل. هذا الفعل المساعد أقدم على الفاعل. هذا الفعل المساعد أقدم على الفاعل وهكذا. هذا كل ما يخص موضوع المضارع التام البسيط. حاولوا تسجلون هاي الملاحظات في الدفتر وتتبعون وياي لأن بعد قليل راح نتعرف على الصيغة اللي ممكن تجينا بالامتحان التحريري عن هذا الموضوع. سجلوا هاي الملاحظات وقفوا الفيديو سجلوا هاي الملاحظات وراح نكمل الفيديو وتعرف على الصيغة اللي ممكن تجينا بها بالامتحان وشلون نقدر نجاوب عنها. خليكم ويانا. الآن نتعرف على الصيغة اللي ممكن تجينا بها بالامتحان عن موضوع المضارع التام البسيط. بهاي الطريقة بوحدة من ذن الصيغ تجيك بالامتحان. على سبيل المثال يقول لي لين has لو have washed the car. احنا عرفنا شو وقت نستخدم has وشو وقت نستخدم have. وضحنا سابقا انه الهاز مع المفرد مع الهي والشي والات او اي اسم مفرد والهاب مع الجمع الذي الوي اليو والاي او اي اسم جمع. هسه هنا لن واحد او شخص اسمه لن. فبما انه شخص اسمه لن مفرد استخدم وياه الفعل المساعد هاز. هاي تجيك على شكل اختيارات سؤال القواعد على شكل اختيارات او من الممكن نجيب لها بطريقة اخرى كمثال يقول لي منى and I انتبه لي انا ومنى have been to England ذهبنا الى انجلترا. شوفوا منى and I هي الفاعل have هي الفعل المساعد والبين تصريف ثالث للفعل زاد التكملة. شو يقول لي؟ يقول لي اريدك تسوي لي اياها question. شنو يعني question؟ يعني سؤال. شلون نحول الجملة لاستفهامية؟ نشيل الفعل المساعد نخلي بداية الجملة. فأقول have منى
and احنا اتفقنا انه الاي تتحول الى عند الحل او ان تحولها الى سؤال تتحول الى يو هاف منا اند يو بين التصريف الثالث بين تو انجلاند لا تنسون علامه السؤال لان عليها درجه بعد مثال اخر when has cleaned the house قال لي قال لي correct صح يقول لك الجمله كلها صحيحه ما عدا الفعل اللي بين الاقواس correct صحها اذا صحح الفعل اللي بين الاقواس شو نسوي له احنا عرفنا ان الهاز والهاف ياتي بعدها فعل تصريف ثالث فاذا تريدون تنزلون باقي الجمله نفسيتها تنزل كما هي ما عندنا مشكله على سبيل المثال وين هاز واجي اصحح الفعل خلينا نغير اللون على مود ننتبه للفعل الكلين هذا فعل قياسي عند تحويله الى التصريف الثالث فقط شنو نضيف له ايدي اما اذا كان شاذ لازم انا حاضر يعني على سبيل المثال اذا قال لي هنا انا جو لازم اسوي تصريف ثالث جون عندنا مجموعه من التصاريف او مجموعه من الافعال الشاذه لازم نحفظ التصريف الثالث مالتها عند تحويلها الى التصريف الثالث بعد زاد التكمله ذا هاوس استاذ يصير بالامتحان فقط اكتب كليند نعم ماكو مشكله لان هو ده يقول لك صحح لي الفعل اللي بين الاقواس ما له علاقه باقي الجمله كلها صحيحه بعد شي هاز كوكت ذا دينر هي طبخت العشاء شي يقول لي يقول لي نيجاتيف اتفقنا شنو معنى نيجاتيف يعني نفي عند النفي شنو نسوي نضيف نوت على الفعل المساعد هاز فنقول شي هاز نوت استاذ اقدر اختصرها نعم تقدر تختصرها تسويها هازنت كيفك اما هازنت او هاز نوت زائد تصريف ثالث الفعل هو اصلا تصريف ثالث cooked the dinner الى نهايه الجمله والاخير نقطه بعد I not see her in the mall ايش قال لي قال لي هاي الجمله اريدك تطبق لي عليها زمن present perfect المضارع التام البسيط لكن انتبه بيا قاعده اريد نستخدمها بما انه قال لي not لازم اطبق القاعده المنفيه فش اقول اقول I ها الايش تاخذ هاب زائدا not استاذ اقدر اختصرها نعم I haven't تصير I have not زائد تصريف ثالث للفعل سي شنو سين زائدا التكملة هير ان ذا مول انتهت الجملة هذا كل ما يخص موضوع المضارع التام البسيط حاولوا تكتبون الملاحظات بالدفتر وتحفظوهن وتدربون نفسكم على الصيغة اللي ممكن تجينا بها بالامتحان اهم شيء تحفظ الثلاث قواعد المثبتة والمنفية والاستفهامية من المضارع التام البسيط شنو هي القاعدة المثبتة فاعل هاز وهاف وتصريف ثالث القاعدة المنفية فاعل هاز وهاف نخلي عليها النوت زائد التصريف ثالث والاستفهامية الهاز والهاف بالبداية زائد فاعل زائد تصريف ثالث للفعل الآن ننتقل للفقرة اللي بعدها كتاب النشاط شو يقول لي يقول لي بتمرين رقم واحد complete the table أكمل الجدول التالي شوف انتبه إن أنا هذا الجدول مهم جدا 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 بالامتحان التحرير ركزوا لي عليه وحاولوا تحفظون او هذا الجدول لازم تحفظوه املاء ومعنى هنا منطيني مجموعه من الريجولار فيربس شنو الريجولار فيربس معناها افعال قياسيه هسه احنا حفظنا ان الافعال القياسيه منطيني فعل مجرد وهالنبر قال لك اريدك تحول لي اياه الى ماضي قال لك انه بدك تحول لي الى تصريف ثالث القياسي شو اضيف له فقط اضيف له اما ايدي وبعض الاحيان اضيف له دي هسه خلينا نحفظ ان القياسي نضيف له ايدي استاذ شو تنضيف له دي خلينا نجي ناخذ هاي الملاحظه نضيف للفعل القياسي دي نضيف له دي اذا انتهى هذا الفعل الانطاني لازم ينتهي بحرف اي يعني مثلا لايك لايك معناها يحب أرد أسوي ماضي أو أرد أسوي تصريف ثالث هو أصلاً بيئي فما يحتاج أني أضيف لإيدي ما طول بينتهي بإي فقط أضيف لدي فلايكت بالماضي ولايك بالتصريف الثالث وكذلك مع كلمة love love انتهى بإي أرد أسوي ماضي بما أنه منتهي بإي فقط أضيف لدي إذن الأفعال القياسية أما أضيف لإيدي أو أضيف لدي شو تنضيف لدي إذا انتهى الفعل بحرف الإي هسه شو يقول لي؟ يقول لي اريدك تسوي لي ماضي وتصريف ثالث، بما انه افعال قياسيه سهل الموضوع، فالكوك هو قايل لي كوكت كوكت، زين كلين شنو الماضي مالته؟ فقط اضيف له ايدي،
cleaned cleaned clean ينظف clean نظف كذلك clean بالتصريف الثالث نظف paint يرسم painted يرسم أو يصبغ وكذلك بالتصريف الثالث painted إيش تسوي فقط ضاضف لأيدي ليش لأن قلنا إنه هذه أفعال قياسية ليش لأن قلنا إنه هذه الأفعال أفعال قياسية نضيف لهن أما إيدي أو دي نجي نكمل talk talk تحدث يتحدث بالمضارع شنو الماضي مالتها كذلك talked أضيف لأيدي وبالتصريف الثالث كذلك أضيف لأيدي talked تحدث وهكذا mix يخلط mixed هاي أخذناها بسادس ابتدائي وكذلك بالتصريف الثالث mixed هذين الأفعال قياسية فقط نضيف لهن إيدي عند الحل أو فقط نضيف لهن إيدي عند تحويلهن إلى الماضي أو للتصريف الثالث لكن هنالك بعض الأفعال الريجولار شنو الريجولار غير قياسية شنو يعني غير قياسية احنا نسميها شاذة هذين لازم ينحفظا ما نقدر نضيف لهن لا إيدي ولا نقدر نضيف لهن دي لأن يتحولن جذريا عند تحويلهن إلى الماضي شون يعني مثلا المطين سي يرى لازم أعرف أن السي ماضية سو والتصريف الثالث مالته سي حاول تحفظ وياي سي الماضي مالته سو التصريف الثالث مالته سي هي الماضي مالته هير التصريف الثالث مالته هير وكذلك هير معناها يسمع هير سمع هير كذلك بالتصريف الثالث سمع جيب يعطي جيب أعطى بالماضي given كذلك أعطى بالتصريف الثالث do ماضية did والتصريف الثالث مالته done do يفعل did فعل done كذلك فعل بالتصريف الثالث forget ينسى forgot الماضي والتصريف الثالث مالته forgotten كذلك معناها نسى بالتصريف الثالث go الماضي مالتها went التصريف الثالث مالتها gone eat الماضي مالته ate التصريف الثالث مالته eaten eat يأكل ate وeaten أكل بالماضي بالتصريف الثالث drink يشرب drunk بالa هذا ماضي drunk بالu هذا تصريف ثالث يشرب شرب buy يشتري bought هذا شوية انتبه لهذا كلش صعب حاول تحفظه bought اشترى وكذلك bought اشترى بالتصريف الثالث بعد make يصنع ماضية made التصريف الثالث كذلك مالته made والأخيرة sweep يكنس swept الماضي وswept كذلك التصريف الثالث هذه الأفعال يجب حفظ إملاءها حفظ إملاء ليش استاذ نريد نحفظها إملاء لأن من الممكن أن يجيب لي أحد هذه الأفعال بسؤال الإملاء كمثال يقول لي play صارت played سواها ماضي أو سواها تصريف ثالث السي شنو الماضي مالتها وشنو التصريف الثالث مالتها لازم تعرف سو الماضي والتصريف الثالث مالتها سي أو من الممكن يحددني بعد أكثر كمثال يقول لي صارت gone ما سوا ليها ماضي سوا ليها تصريف ثالث شوف الجو شنو طاني وياها انطاني وياها gone قال لي زين السي شنو الماضي مالتها او شنو التصريف عفوا شنو التصريف الثالث مالتها لازم تنطي سين ما يصير تنطي سو الماضي ليش لان هو حولها للتصريف الثالث بالتالي انا لازم احولها للتصريف الثالث هذا كل ما يخص تمرين رقم 1 قلنا هذا التمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري اما بسؤال املاء او يفيدك بموضوع المضارع التام البسيط اللي نحتاج فيه التصريف الثالث للفعل فأنت إذا ما حافظ طريقة تحويل الأفعال إلى تصريف ثالث سواء كانت قياسية أو غير قياسية شاذة ما راح تقدر تجاوب على السؤال أو الصيغة اللي يقول لك بها correct the verb صحح الفعل ما تقدر تسوي تصريف ثالث إذا ما حافظ الطريقة اللي تحول بها إلى تصريف الثالث الآن ننتقل إلى تمرين رقم 2 شو يقول لي؟ يقول لي say these words قل هذه الكلمات aloud بصوت عالي شلون نشوف طلاب؟ أكو ملاحظة صوتية هي ما تجيك من امتحان التحريري لكن تفيدك أثناء النطق أثناء القراءة شو تقول الملاحظة؟ يقول لك أنت مو مرات تضيف إيدي على مود تحوله إلى الماضي أو التصريف الثالث هذا الفعل اللي ضفت له إيدي هذه الإيدي مرات أقرأها مرات أقرأها ت مرات أقرأها إد
مرات اقراها دال. شلون يعني ما افتحها متستار؟ على سبيل المثال كلمه بلاي، بلاي معناها يلعب، ضفت لها ايدي صارت بلايد. اذن الايدي شلون نطقتها؟ نطقتها د بلايد. لكن على سبيل المثال توكت، هذا التوك اذا اريد اضيف لايدي ما اقول توكت ولا اقول توكت، وانما اقول توكت. اذا الفظه وكانه تي، شوف مرات الفظه ت، مرات الفظه اد، مرات الفظه د. هسه انا اعطيتك مثال على ت والد، اعطيني مثال على الاد. على سبيل المثال فيزت، فيزت معناها يزور، اريد اسويها ماضي صارت فيزتد، ما اقول فيزتد ولا فيزتد، وانما الايدي الفظها اد فيزتد. زين استاذ ممكن تنطينا ملاحظه ايش وقت الفظها ت وايش وقت الفظها اد وايش وقت الفظها د؟ هسه بالك وياي ايش وقت الفظها ت؟ اذا كان هذا الحرف الاخير من الفعل قبل ما اضيف لايدي، اذا كان هذا الحرف الاخير شنو من حرف؟ احد الحروف او احد الاصوات التاليه اللي هي شنو يعني؟ الشاء او الساء او الباء او الكاء او الثاء. اذا كان احد هذه الحروف او احد هذه الاصوات لازم الفظه كانه تاء. كمثال هسه عندي هذا توك انتهى بشنو؟ بكي، وضفت له ايدي، بما انه انتهى بك، بما انه انتهى بالصوت ك، اذا هذه الايدي الفظه تاء فاخليه بخانه التاء فاقول توكت. وهكذا بعد عند الواش انتهى باس اتش، اذا اقول واشت. وهكذا بعد عندي كوكت او عندي فينش، فينش انتهى بشنو؟ انتهى باس اتش يعني صوت الشاء، فعند اضيف عندما اضيف لايدي الفظه تاء فينشت. وهكذا كوك شو تصير؟ كوكت. وهكذا زين ايش وقت الفظه اد؟ إذا انتهى الفعل قبل ما أضيف لأيدي انتهى بتا أو دا. على سبيل المثال paint، شوفنا أنا paint انتهى بشنو؟ بتا، بما أنه انتهى بتا paint انتهى بتا وضبت لأيدي، هاي الإيدي شرح الفظها؟ الفظها إد painted. وهكذا عندي بعد كلمة ثانية الفظها إيدي أو إد؟ لا، أنطي كلمات من عندي. كمثال عندي كلمة visited، شوف ان انا انتهت بتا فاضيف لها ايدي. كمثال اخر اد انتهى بدي وضفت لها ايدي صارت ادد. وهكذا اما الاخيره باقي الاحرف اذا انتهت باقي الاحرف اقراها بصوت د. على سبيل المثال ايش بقت عندنا؟ عندنا watered، water. شوف ان انا الار انتهت بار ضفت لها ايدي، هاي الايدي ايش لفظتها؟ لفظتها د. وهكذا إذن هذا ما يخص تمرين رقم واحد، هذا تمرين مجرد نشاط صفي. الملاحظات اللي تفيدك بالقراءة، أما بالامتحان التحريري أو امتحان الشفوي غير مهمة، مجرد يريد يوضح لي إنه هذه الإيدي مع الماضي أو ما تتصرف الثالث لما أضيفها للكلمات مو دائما ألفظها نفس اللفظ، مرات ألفظها ت، مرات ألفظها إد، مرات ألفظها د. وهكذا ننتقل إلى تمرين رقم 3. شو يقول لي؟ يقول لي write the sentences use the verbs from the box، أكمل الجمل باستخدام كلمات من الصندوق أو أفعال من الصندوق. شو منطيني؟ منطيني صورة، هذه الصورة اللي أمامكم، شنو الجملة اللي تناسبها أو شنو الجملة اللي الفعل اللي تناسبها؟ هذا شخص تسلق الجبل، إذن الفعل climb يتسلق، وقال لي أريدك تستخدم المضارع التام البسيط بالتعبير عنها. هذا ولد خلالي عنه هي، اللي هي تأخذ has زائد climb تصريف ثالث للفعل climb زائد التكملة لقد تسلق. ايش تسلق؟ كمثال اقول له the mountain، لقد تسلق الجبل. مثال اخر او النقطة الاخرى، هاي البنية انهت طعامها، اذا الفعل finish، فبما ان البنية اقول شي، والشي ايش تاخذ؟ تاخذ has زائد الفعل finish تصريف ثالث مالتها شنو؟ finished. she has finished لقد انهت the food الطعام. وهكذا الصورة الثالثة، البنية كملت رسم اللوحة، فش أقول؟ بما أن البنية أقول شي، والشي تأخذ؟ هاز زائد تصريف ثالث للفعل paint يرسم أو رسمه، فأقول painted، she has painted the picture، لقد رسمت الصورة. الصورة الأخيرة
شخص انهى غسيل السياره او غسل السياره، فالفعل واش. بما انه ولد اقول هي تاخذ هاز، زائد ان الواش ايش اخلي لها؟ بما انه فعل قياسي خلي لها ايدي، صار تصريف ثالث، زائد ان التكمله ذا كان لقد غسل السياره. هذا مجرد تدريب على موضوع المضارع التام البسيط اللي اخذناه او شرحناه بدايه الدرس. انت عرفت القاعده العامه مالته، فاعل، شوف الصوره، ولد الفاعل ولد اخلي عنه هي، بنت اخلي عنها شيء، الهي والشيء اثنيناتهم شاخذن ياخذن هاز، فاخلي هاز الفعل المساعد، زائدا تصريف ثالث الفعل حسب الصوره. هذا تسلق اقول لك لايم، هذه انحت الطعام اقول لها فينيش، هذه رسمه الصوره اقول لها بينت، وهكذا. مجرد نشاط صفي يريد يدربني اكثر عن موضوع المضارع التام البسيط. ننتقل الى تمرين رقم 4. شو يقول لي؟ يقول لي write about 3 things you have done today، اكتب عن 3 اشياء قمت بعملها اليوم، انهيت عملها اليوم. نحن هم يدربنا على المضارع التام البسيط. على سبيل المثال، بما ان الفاعل الان اللي يقول لي انت عبر عن نفسك، فاقول له اي، زين سؤال طلاب، الاي ايش تاخذ؟ هاف لو هاز؟ تاخذ هاف. هي صحيح الاي مفرد، لكن وضحنا ان الاي تاخذ الهاف وليست الهاز، فاقول اي هاف. على سبيل المثال انا سويت، انهيت عملي، اي هاف دان ماي هوم وورك، لقد انهيت واجبي البيتي. بعد على سبيل المثال اي هاف كليند، لقد نظفت ذا جاردن، لقد نظفت الحديقه. بعد اقول له اي هاف واترد، على سبيل المثال واترد ذا بلانتس، لقد قمت بسقي النباتات. هذه يقول لك مجرد انت كل طالب يكتب لي 3 شغلات سواها اليوم باستخدام المضارع التام البسيط مثل ما عودناكم. نانا الاي فاعل، تاخذ هاف فعل مساعد، تصريف ثالث، اي فاعل، هاف فعل مساعد، تصريف ثالث، وهكذا. بعض التصاريف شاذه، بعض التصاريف قياسيه، فقط اضيف لها ايدي. هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحليلي وامتحان شفوي. لكن تمرين رقم 5 تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. يجيني مثل ما هو على شكل اسقاطات، سقط الكلمه بفراغ مناسب. بس انا شو يقول لي؟ يقول لي قبل ما تسقط الفعل، لان مجموعه من الافعال قبل ما تسقطهن بالفراغات اريدك تسويهن تصريف ثالث يلا سقطهن. فاحنا بعض الافعال قياسيه نضيف لها ايدي، وبعض الافعال شاذه تحولهن جذريا. هنا اللي منطين اياهن كلهن شاذات، فيقول لي تقدر تحفظهن او تحفظتهن بالجدول، تقدر تسويهن تصريف ثالث وتنزلهن كلهن حسب الفراغ المناسب لها. ما افتهمت يعني؟ كمثال، على سبيل المثال الجمله الاولى يقول لي جو از نوت هانجري، جو ليس جائعا، because he has، لانه فراغ، 3 برجرز، 3 سندويشات برجر. شو الكلمه المناسبه للفراغ؟ اكيد لان اكل 3 سندويشات. شوف هنا الفعل المساعد has، الفعل eat لما اسقطه بالفراغ لازم يجي وراء تصريف ثالث، فال eat شنو التصريف الثالث حفظنا قبل شويه؟ eaten، فاقول he has eaten 3 برجرز، لقد اكل 3 سندويشات برجر. Joe's mom is very happy، أم جو جدا سعيدة، because جو has، لأن جو فراغ، her some flowers، بعض الزهور لها. شو الكلمة المناسبة للفراغ؟ أكيد give، أعطاها بعض الزهور. كذلك لقينا has، الhas يجي وراها تصريف ثالث، التصريف الثالث مال given، وهكذا. I am sorry، جو and جوليا aren't in، أنا آسف لأن جو وجوليا ليسوا هنا، ليسوا في الداخل. They have، شوفنا أنا خلى لي هاب، ليش؟ لأن الفاعل مالتي ذي جمع. ذي هاب فراغ شوبينج، لقد فراغ للتسوق. شو الكلمة المناسبة للفراغ؟ أكيد كلمة جو، ذهبوا للتسوق. شنو التصريف الثالث مال جو؟ ذي هاب جون شوبينج، لقد ذهبوا للتسوق. بعد هاف يو فراغ ماي بوك، هل فراغ كتابي؟ شو الكلمة المناسبة للفراغ؟ هل رأيت كتابي؟ التصريف الثالث مال سي شنو هو؟ seen، have you seen my book، هل رأيت كتابي؟ ask Julia's dad، سأل أبو جوليا. المهم I think Julia has فراغ it، أعتقد بأن جوليا فراغ it in her room، فراغ في غرفتها. شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ أكيد كلمة take،
أخذتها أخذته أخذت هذا الكتاب لغرفتها. شنو التصريف الثالث ما take, taken, it took الماضي وtaken التصريف الثالث. إذا نقول she has taken أو Julia has taken it to her room, لقد أخذته أخذت الكتاب لغرفتها. وهكذا no more tea, لا مزيد من الشاي. Thank you, شكرا لك. Said Julia's mom, قالت أم جوليا, I have فراغ 3 cups this morning. لقد فراغ 3 أكواب اليوم. الشاي شنو من الفعل المناسب إلى drink. شنو التصريف الثالث مال drink؟ drunk. لقد شربت 3 أكواب اليوم. هذا كل ما يخص تمرين رقم 5. بس عندي ملاحظة بسيطة. أنا جيت عنه قلت عنه تمرين مهم جدا بالامتحان التحريري. لكن انتبه ما يجيك بهاي الصيغة. الأستاذ لازم يخلي لك الفعل على سبيل المثال سي يسوي لك تصريف ثالث وتسقطه. الجيف يسوي لك يا جيفن تصريف ثالث يلا يسقطه. الايت يعطيك يا ايتن يلا تسقطه. يعني ما يطلب من عندك انك تسوي تصريف ثالث يلا تسقطه للفراغ المناسب. لا, وانما يجيب لك يا جاهز. او من الممكن ان يجيب لك يا بصيغه اخرى. على سبيل المثال تقول I have a drink. شوف هنا انا جاب لي بهاي الصيغه some tea. لقد شربت بعض الشاي. ايش قال لي بين قوسين؟ correct. شنو correct؟ صح. شوف هنا انا شغلتك فقط ان صحح الفعل. بما اني لقيت هذا فالجمله اللي الفعل اللي بعد هذا لازم تصريف ثالث. فتصحيح التصريف الثالث للفعل drunk, drink هو drunk, فسويته تصريف ثالث فقط كتصحيح. اما صيغتي انا بصيغه واحده ما تصير. يعني هم تصححها وهم تسقطها ما يصير. اما اجيب لك اياها على شكل اسقاطات أو يجيب لك إياه على شكل صحح الفعل مثل ما بهذه الصيغة. هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم. أخذنا بموضوع المضارع التام البسيط, تعرفنا على القاعدة المثبتة المنفية الاستفهامية مالته, عرفنا شلون يجينا بالامتحان, شلون نقدر نجاوب عنه, حلينا الأسئلة المتعلقة به. وفقرة جدا جدا مهمة لا تنسوها هي فقرة الأفعال وتحويلها إلى الماضي والتصريف الثالث. بعض الأفعال قياسية فقط نضيف منها نيدي, وبعض الأفعال شاذة يتحول جذريا عن تحويلها إلى الماضي. بس لاحظت انه بالاول متوسط انطانا بعض الافعال قال لي لازم نركز عليها, بالثاني متوسط راح يعطيك مجموعه من الافعال, بالثالث وبالرابع وبالخامس لحد ما توصل للسادس اعدادي عندك مجموعه كبيره من الافعال الشاذه اللي انت حافظها, حافظ الماضي مالتها والتصريف الثالث. اذا ما حفظتها راح تواجه صعوبه جدا كبيره بالمراحل القادمه, لان هذا من المواضيع الموضوع المضارع التام البسيط, الماضي البسيط, الماضي التام الى اخره, تتطلب التصريف الثالث. وما راح تقدر تفهم هذه المواضيع بالمراحل القادمة إذا ما نضبط موضوع التصريف الثالث للأفعال اللي راح تأخذنا بهذه المراحل. ختاماً شكراً لمتابعتكم للفيديو. أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون معي على حساباتي اللي موجودة بأسفل الفيديو في الوصف.